نبدأ نعمل أمجريد سيستم. تمام؟ طبعا هنستخدم ايه؟ هنستخدم الاندستر دي انفرتر. تمام؟ والسيميليتر ده. فعندنا شوف التجربة عندنا اسمها ايه على البرنامج. هندخل على التاب اللي هو جريد بارل فولت فولتيكي سيستم. هتلاقي عندك تجربة اسمها ايه؟ اسمها جريد فيدنج ايه اند لوكال ايه كونسامبشن. تمام؟ هندخل عليها. ده ايه؟ ده التجربة بتاعتي. ده الأمجريد سيستم اللي هو جريد فيدنج اند لوكال ايه كونسامبشن. ده الأمجريد دي تجربة الأمجريد سيستم. لما اجي اضغط على ليه طبعا عندك هتدخل الاميتر ده اللي هو المالتي فانكشن ميتر ده. تمام؟ وادي الايه وده سويتش عادي. ده سويتش عادي اقدر ايه ادخل الجريد عليه. تمام؟ واعمل ان واي واوف ادخل الجريد او افصله. تمام؟ بالنسبه لي الجريد اللي هو السويتش ده متوصل من ورا تغذيه على الجريد. تمام؟ توصل ايه الكابل من دول ماشي باشمهندسين. وده ايه وده الاندستر كنترول وده الاي سي لود وده الاي سي لود بتاعي. تمام؟ وده السيموليتر اللي احنا ايه هنشتغل عليه. فتعال نشوف الكونكشن بتاعي ايه اللي هو الكمبيوتر وايرنج. قال لك وصل دولت ان ايه ان سيريز. هنا ما توصل ايه ان سيريز واخد ده اول واحد اهوت والباقي موصله بين ان سيريز مع بعض. تمام؟ تعال نوصل دولت. عايز هنا يعمل في التجربه دي عايز يوصل التجربه دي مع الايه مع الشبكه. عايز يعمل رابط بتوين الايه بتوين الصوره بسيريز والايه والجريد. عايز اعمل جريد اون جريد اون سيستم اللي هو ايه يوصل السيموليتر بتاعه ده مع الايه مع الشبكه الاثنين يربطهم مع بعض. ايوه صح. هو اللي قال لنا نعملهم سيريز صح يا استاذ بالظبط. هو البرنامج انا بقول لك ايه او السيموليشن انا بقول لك اعملهم سيريز وصلهم ايه ان سيريز. تمام ماشي يا باشمهندس. انا عايز ارفع هنا ايه الجهد. عايز ارفع هنا كمية الايه الباور الجهد بتاعي. هنا خد اول حاجه عملها ونزلها على الايه على البصبار بتاعه وده خد ايه وصله لسيريز ده مع ده وده مع ده وده ايه ده كده كده متوصلين ان ايه ان سي. طبعا هنا مش محتاج انا ايه مش هوصل بطاريات في الايه في السيستم بتاع ده. ليه مش عايز الجريد مش عايز يوصل في ايه بطاريه بس لازم يقولها بالفيديو يا عم عشان احنا مش موصل الباي ماشي مش مسيب ده الباي اللي هو الباي باس ده مش مش موصلين مش مشكله مش هيعمل لك ايه مش هيعمل لك ايه مفيش شيدنج اصلا ده شيدنج ولا حاجه. تمام شالوا ها دول اتشالوا مش مشكله احنا كده كده مش هنستخدم اصلا عشان بس انت مش هنستخدم اصلا شيل اي سلك شيل اي سلك عشان نضغط ماشي انا نضافه ده كده خلاص في ايه مش هنستخدم ده كده ايه ماشي حمكم الله مفيش حاجه مش تمام ماشي يا باشمهندس كده انا هناخد السيميوليتر على الايه على الانفرتر على طول. تمام ادي الانفرتر ده البوستيف على الايه على البوستيف والنيجاتيف مع الايه مع النيجاتيف. ماشي يا باشمهندس. تمام وادي الايه وادي ده طبعا انا بعمل الجريد ان ايه سنجل فيز مش سري فيز. تمام سنجل فيز اللي هو اصلا عندي الحمل عندي ايه او الباور بتاعتي ايه السويتش ده اصلا سنجل فيز ما بيدينيش ايه سري فيز. فانا رحت ايه نيوترال مع ايه مع فاز. طبعا النيوترال دخلت السويتش اهو الاثنين دول مع بعض متوصلين اهوت ودولت ايه مع بعض. تمام ونفس الكلام ده يا باشمهندس ده مالتي ميتر عادي هيقيس لي كميه الايه كميه الجهود والباور ايه اللي خارجه او داخله من الايه الشبكه. تمام هتشوفوه ازاي دلوقتي. تمام ماشي يا باشمهندس وده ايه وده ده المالتي ميتر ضربت مع الايه مع الجريد ومع الايه مع الانفرتر. ماشي يا باشمهندس وهنوصل الايه ونوصل النوت برده مع الانفرتر. ما انا هوصل النوت اشوف والله الشبكه اللي هتشارك ولا ليه ولا السيميوليتر ده. تمام ماشي يا باشمهندس كده انا وصلت ايه النوت بتاعه ايه وابدا اشغله. ماشي كده انا ايه بقيس فتبقى ده سيلكتور اقدر اقيس كم معينه كتير او كميه كهربائيه بيه كده. اول لو جينا هنا على المنيو بيقول لي فولتج او تيار انزل هنا كده تحت لو ده بيقيس بتاع الجريد بيقيس بيشوف بقى هتعرف دلوقتي دلوقتي هنعرف من اتجاه الباور من القيمه بتاعه الباور. تمام بتاعت الزلت موجب او سالب يعني موجب او سالب بالظبط كده. طبعا احنا عايزين نقيس الايه الاكتف باور ونقول ايه انتر. طبعا هنا يا باشمهندس اللي هنا القيمه بالايه قيمه بالموجب. فهنا دلوقتي لسه الايه لسه ما حصلش سنكرونايزيشن. تمام بقول لك حتى هنا في البرنامج ان يحصل سنكرونايزيشن بعد كام بعد 2 مينت. ذاكر لك ايه انا بقول لك والله اظبط السيتنج ده على الاوف وهيعمل سنكرونايزيشن بعد كام 2 مينت. تمام احنا هنا طبعا هتبص تلاقي القيمه بتاعته بدات ايه بدات تقل ده هيبدا يقل يقل كده ايه كده اكنه ده بيدخل بدا يدخل الايه السيميوليتر ده. طبعا السيميوليتر ده لسه مش مشارك ان القيمه بتاعته تقريبا زيرو لسه مش مشارك باي ايه باي باور. طبعا هتبقى دي قيمته عماله ايه هتقل مع الوقت. تمام وهتبقى دي ايه بيعلى بدا ايه يدخل الايه السيميوليتر بتاعه.
دلوقتي اللود دلوقتي الباور بالوغه يعني اللود متغذي من ايه من الجريد بتاعه لسه السيميوليتر ما شارش بقى ايه بقى ايه باور لسه ما حصلش ايه سنكرونايزيشن قال لك السنكرونايزيشن بيتحقق بعد ايه بعد حوالي 2 مينيت سنكرونايزيشن لوحده بالظبط كده اوتوماتيك ده من ميسو اللي بيعمل سنكرونايزيشن اوتوماتيك فاهم احنا تحت في المعمل كنا عندنا الحاجات اللي بتعمل سنكرونايزيشن كنا ايه مانوال ونقعد نوصل بالظبط يعني ده الانفرتر ده الميزه بتاعته كده اه الميزه ان هو اصلا انفرتر بحاجه من الاي سي من دي سي لاي سي وبيعمل سنكرونايزيشن كمان ايه اوتوماتيك مع بعض هو بيدخل الشبكه ايه اوتوماتيك تمام ماشي كده جبت الباور كده ايه بتقل معايا كده معناه ان هو ايه هيبدا يدخل في الايه سيميوليتر ترى كام تطير هنا بتزيد مدخل ايه واحده واحده الايه السيميوليتر لحد ما وصل كام بقى حد ما تلاقي الباور بقى نيجاتيف وثبت تمام نيجاتيف ايه وثبت تمام طبعا هنا الكلمه ديت مش هندخلها لما الباور بقى تبقى بنيجاتيف ايه وتثبت الباور بدا كده دخل الايه دخل السيميوليتر تمام يعني ايه بنيجاتيف يعني باشمهندسين بدا دخل السيميوليتر غزه اللود السيميوليتر ده غزه اللود وبدا يدي ايه باور كمان للايه للجريد تمام اللي هو الباور بقى ايه يعني الجهاز ده بيقيس كده كده الباور كده موجب كده ايه سالب فاهمني صحيح هنشوفه دلوقتي دلوقتي اللود ده لسه دلوقتي واخد من الجريد فكيف عندك بالموجب تمام كده دلوقتي بيدخل الجريد بدا يحمل يخلي اللود ده يغذي من الجريد يغذي من الجريد بيجيب لك الرسمه ده 25 26 دلوقتي ما كان حاجه و30 في الاول اصلا هيجيب الرسمه كامله بيجيب الرسمه كامله معلش يعني مش كتير وهنا ثبت طب معلش ثبت اللي تعالى 1000 معلش يعني اه كله السيموليتر اه ما لازم تكون على ايه على الريدنس ما هو انا معروف فعلا بالظبط عشان كده مبان عندي الله اهو الثاني يا باشا بدا يقل صح ولا لا الثاني 72 اهو الكيمه الاولانيه كانت كيمه معقوله ان دلوقتي ما فيش باور ايه كافيه كده الجريد بيتغذي بتساعدني تمام اما كده بقت الايه دي زاد دخل الاول غزه الايه غزه الحمل وبدا ايه يدي كمان للشبكه ايه 72 دي اللي هو بيديها للشبكه بالظبط كده طب هنا بالسالب ولا عشان بيدي للشبكه كام 72 يا باشمهندس يبقى كده كام الباور عندي كام 72 72 مفيش سالب في سالب لا هنا بتكتب على السالب يعني طب وهنا الفولت الفولت طبعا النيوتن قيس الفولت كمان معلش بالميني وهنا عم وسع لي ان شاء الله يبقى مين اللي ورايا يا جدعان شغل عالي اول استخدام فين الفولت ايوه تمام فوت كام 211 تطلع غلط ولا ايه ان شاء الله صح ماشي مش منسين ده بقى على ايه التجربه بقى لك ان ايه التيرنون لامب التيرنون ذا لامب از ايه اس كونسيومر اند ايه ميجرز افكت اوف ايه ان باور فيد انتو جريد بقول لك ايه واتش از ذا واتش لامب هاز ذا هايست ايه كونسامبشن بقول لك اي لامب بتستخدم ايه كونسامبشن تبع الطفي دولت كان ديسن تعتبر معروف كان ديسن تعتبر معروف اصلا لو شفت الباور مين قال لنا ده اسهم نيبا كده باور مش باور انا طياره ده باور المفروض ان لو شفنا طياره طياره لا مش نيسه باور انا كده بالكود مش عاوزين نلوت اكتب باور بس خلينا تمام دي تمام تقريبا كان سالب 82 تمام لو طفيتها وشغلت اللي هو الايه ايوه 109 109 109 أيوة. ده كيمة بالنيجاتيف يا باشمهندسين كيمة بالنيجاتيف أيوة. يعني كل ما ايه كل ما بين كل ما بين الايه بيغذي كمان الباور بتاعتي عليا فبقى في دي الاول يبقى اول واحده بس يبقى اول واحده ايه على ايه على بعض تمام كان الكيمة على بعض باشمهندسين ان الكيمة هنا بالايه بالنيجاتيف محدش يقول ايه بتزيد الباور الباور هنا بالنيجاتيف تمام يعني الباور بتاعتي تاخد 72 بس ايه الكانديسنت ايه لام طبعا بقول لك اوتش باور لوست كونسامشن اللي كانت ايه الليد طبعا الليد تمام كانت بتاخد كام الليد الكونسامشن في واحده 107 وفي واحده 114 يعني ليه دي 114 110 طب ديت 107 بقى الواحدة فوق مين الايه الليد تمام هي الليد الليد لم بيقول لك ايه وات هابنز تو ذا فيد ان باور تمام عندما الكونسيومر اري كونكتد بيقول لك ان الفيد باور ريمينز كونستنت هل فعلا الباور كانت ثابته لا تمام بيقول لك ان الهاير كونسيومر باور ريتنج هاير فيد ان باور كل ما بعلي الايه قيمه الباور كل ما الايه كل ما الهاير قيمه الباور اللي داخله تزيد لا
عشان البار بيسالب هنا بيسالب البار بتقل يعني اخر واحد تمام اخر ايه واحد تاخد بالك في الايه من السؤال ده ان البار عندك هنا بدات تزيد بالسالب مش بالموجة تمام ماشي مش من سينا لو زادت بالموجة بس فعلا السؤال اللي هو اللي في النص ده صح بالظبط اكنا بتزيد بالسالب فهي اكنا بتقل تمام ليد ماشي مش منسين وات ايه واتش لام سيف ذا موست طبعا الليد ايه الليد لام هم دي متسميه سيف انرجي سيفنج لامب مفيش اسم كده صح طبعا بقول لك ايه الانرجي سيفنج لامب ثاني لو اخترتها تمام كده الحين اللي جاوبت في لمبه لمبه اسمها كده اصلا ها هو ايه في اي لمبه فيهم بقى اللي هي السيفنج لامب اللي هي اللي ده اللي في النص ودي اللي هي اللي في النص ده نوع ايه ودي اصلا كانت بتستخدم اقل باور الليد كان بتستخدم اقل باور اللي في النص ما هو الالكتريكال اللي الاولاني الكنديسنت ده على فكره اخر واحده مكتوب عليها ليد ومحطين فيها احنا مش ليد مش عارف انا حاسس مش ليد ده اصلا مش وانس مش ليد المفروض دي ده المفروض ان ليد دي اللي دي اصلا اللي هي دي الليد ماشي ده اللمبات الليد ده اللمبات دي ده على فكره اللمبه الغريبه دي هي السيفنج لامب لما تعرفش الناس اللي بعدنا ماشي الناس اللي بعدها بقى ربنا يستر سمادين غيره يا باشمهندس ماشي هندسه شبه بعد كده مش فاهم اي حاجه يا باشمهندسين طبعا هنا الباور برده اعطى لي الفيلد عشان اللمبه الكنديسن ده برده مغيره مش هتلاقي الباور بتاعتنا ليه الصح اللي هي عامله المشكله من المره الاولانيه طب هي المفروض تبقى كام اصلا المهم مش عارف والله يعني الكيما اصلا اللمبه الحقيقيه ليه الكنديسن اللي كان حاطط هنا في المعمل المفروض يشتغل هنا عليها مش عارفها كام الدكتور اللي كان عارفها بس هو الدكتور اللي قال لنا احنا يعني قعدنا نجرب في ريهات قال لك لا اللمبه دي كان في مشروع هنا حرق لمبات ايوه فاهم غيروا اللمبه غيروا اللمبه ليه هنا الباور مش كان الباور الفولت ماشي في الاثنين اللي هو الباور الباور اللي هي عشان اللمبه بس طب ايه بقى نوع الاسئله اللي ممكن تيجي في الشفوي ولا والله انا مش عايز اهبد لك انا ما اعرفش مش انا انت عارف انت امتحنتش الماده قبل كده اول مره انت هتمتحن الماده انا مش عارف انا ما قعدتش مع دكتور مش عارف دماغه فيها ايه في بعرف انا بالله عليك لو عرفت والله اقول لكم انا اقول لكم مثلا دكتور وائل دكتور وائل طبعا دكتور وائل ودكتور رام اي واحد فيهم يعني ماشي مش هنسيب خلاص التفاضل خلصت التوصيل تمام